مرحبا في محاضرة جديدة. سنكمل من حيث كنا نتكلم، دعوني اراجع بعض ما قلناه. قال يسوع انه مضى لخيرنا، لانه ان لم يمضي لن يرسل الروح القدس. لو كان بقى، كنا سنسافر الى اسرائيل ونقف في الطابور وربما بعد شهرين نتكلم معه. الان مع الروح القدس نقدر ان نكلمه كل يوم، لهذا قال الرسول بولس، قال صحبة او شركة الروح القدس تكون معكم. شركة باليونانية كوينونية التي تعني رفقة وعشرة تواصل حميمية مشاركة علاقات اجتماعية شراكة علاقة شراكة ترابط وثيق متبادل نقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية مختلفة الفئة الأولى الصحبة الفئة الثانية الشراكة والثالثة وأنا متحمس لها في هذه المحاضرة هي الحميمية أولا الصحبة وهي تعني علاقة صداقة تعني المشاركة معرفة اخبار الاخر نرى اقوالا مثل ما قاله بولس ان الروح قال له في كل مدينة عن حبس وصعوبات تنتظره نرى من يمنعهم الروح القدس من الذهاب لمدن معينة نرى موقفا قيل فيه الروح القدس قال لفيلبس اذهب الى تلك العربة ولازمها الكلمة الثانية الشراكة الشراكة تعني هذا تعني ان تعملوا معا تعني ان تكونوا زملاء انه الشريك الرئيسي في مسنجر الدوليه ابدا اجتماعات المجلس بالقول الروح القدس هنا نرحب به انت الشريك الرئيسي هنا وانت الذي ستعلن النقاط لانك انت الرب الاعلى لهذه الخدمه ورب حياتي وعائلتي امين الشركاء يعملون معا، لننظر الى كورنثوس الاولى ثلاثة تسعة، فنحن عاملان في خدمة الله. هذه جملة عاصفة للذهن، الرسل يعرفون الروح القدس جيدا فيقولون: فقد استحسن الروح القدس ونحن. استطاعوا ان يمثلوه دون ان يتكلم، عرفوه جيدا. ثم لننظر الى الناس الذين ارادوا علاقة مع يسوع بدون الروح القدس. مؤسف! لأن هذا يجعل المسيحية جافة جدا، لا يتعرفون على الشخص بل على رمز تاريخي في كتاب. قبل أن أرتبط بالروح القدس كنت أقرأ الكتاب وأفكر أنا أحب الله من كل قلبي ولكن هناك جفاف. الكتاب لم يعد جافا أبدا منذ أن جاء الروح القدس ليسكن في حياتي. والأمر أعمق من الشراكة إنه ترابط وثيق متبادل. تكلمت عني انا وليسا وعلاقتنا واحب حقيقه انه حين يسمع جون بيفير تذكر ليسا بيفير تسمع ليسا بيفير فيسمع جون بيفير مثلما تسمع مرنما من فريق معين فتتذكر هذا الفريق او ان سمعت اسم قس معين تتذكر اسم الكنيسه التي يرعاها نعم ترابط وثيق متبادل واعمق عندما تتواصل مع الروح القدس وتكون شريكا معه وترافقه ما يحدث هو الناس تدرك شراكتك معه هناك خدام للإنجيل ويجب أن أقول عندما أراهم أدرك أنه توجد شراكة حقيقية مع الروح القدس تشعر بحضوره عملنا شيئا في الكنيسة أنا قلق منه جدا جدا وهو أننا استبدلنا الحضور الإلهي بالأجواء أنا أؤمن أننا نحتاج أجواء جميلة في خدماتنا الكنسية وأؤمن أنه في السنوات العشر الأخيرة أنا أرى أن الله راض أنا سعيد بالاجواء التي نصنعها بالاضواء والدخان والعباده الجميله ولكن كدت ارى بعض القاده يركزون في الاجواء كبديل عن الحضور الالهي فلنهتم بالاجواء وبحضور الله امين انا لا احب ان اذهب الى خدمه واخرج منها دون ان يشعر الناس ويلمسوا الحضور الظاهر ليسوع المسيح من الذي يفعل هذا؟ الروح القدس. يسوع قال جزء من حياتكم هو ان اظهر لكم ذاتي. كيف يفعل ذلك؟ انه عن يمين الله يفعله بروح يسوع المسيح. قولوا امين. اذا هناك صحبه والان ناتي للحميميه. بدانا الكلام عن الحميميه بانها يمكن تنميتها فقط بالصحبه التي تكلمنا عنها ولكنها اعمق من الصحبه. تصل الى مشاركه افكارنا واسرارنا شهوات قلوبنا اؤمن انه يمكن ان تكون لك علاقه مع الروح القدس فيها تشتهي ما يشتهي هو وفيها تتعمق في الحميميه والاسرار والافكار الله له اسرار وهو يشارك فيها اصدقاءه القريبين على قلبه عندما تنمي الصداقه مع الروح القدس يكشف الله اسراره هذا هو ما اتوق واشتاق اليه هذا يبدا بالصداقه هذا هو الهدف النهائي للشركه للصحبه روح الله يرغب ان يكون صديقا لك يتوق لان يرافقك قال الرسول يعقوب هنا في يعقوب اربعه خمسه الروح الذي جعل فينا يتوق بغيره الى اي شيء يتوق الى تواصل حميم معك ومعي ايضا لكنه يتوق بغيره غيره معناها لن يحتمل محبين اخرين وان نظرت الى يعقوب اربعه يتكلم عن من يكون صديقا للعالم ما هو العالم العالم يسعى وراء شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه تعظم المعيشه هو المراكز كلما ترى العالم تراه يسعى وراء المنصب هذا هو تعظم المعيشه العالم يسعى وراء هذا ان كنت تسعى وراء هذا مثل العالم ما يحدث هو إنك تضع عداوة بينك وبين من يجب أن تكون قريبا منه هذا ما يجعله يسكت هذا ما يكتم صوته هكذا ينبغي أن تقال أنتم معي إذن هو يتوق بغيرة ويريدك أنت. مثلما لا يحب الرجل أن تذهب زوجته وتكون لرجال آخرين في المدينة، ثم ترجع وتتوقع أن يتقرب زوجها منها ويعاملها بحميمية. هكذا الروح القدس لن يكون قريبا وحميما لنا إن انغمسنا في العالم. أنتم معي لنكن داخل العالم، لكن ليس من العالم. صدقوني يسوع كان يذهب إلى المجرمين. وكان هناك عاهرات يتبعنه في كل مكان، وذهب إلى أماكن سيئة جدا، ولكنه لم يذهب ليكون جزءا مما يقومون به. كان يذهب هناك ليصل إليهم. أنتم معي؟ إذا بالنسبة للحميمية، في إحدى محاضراتنا عرفنا أن "الروح القدس" إن أمعنا النظر فيه، هو قوي كالمحارب، لكنه يحمل بعض السمات الأنثوية، أنا لا أقول الروح القدس أنثى، لم ولن أقول ذلك، إنه ليس إلها، لكن يمكن أن يحزن، وهو المعزي مثل الإناث، إذا تأذى طفل يجري إلى أمه أولا، وهو الذي يحميه الأب والابن، الأفضل ألا تسيء إليه، إن اخطأت بحقه انتهيت، بالضبط كما يقول الزوج إن أسأت إلى زوجتي انتهيت، أنتم معي، ففي تكوين علاقتنا معه بحميميه علينا ان نفهم نعم هو رقيق في الشركه وفي الرفقه ولكنه قدير في تجليه عندما ندخل الى مخادعنا وناخذ خلوه معه فلندرك اننا نتعامل مع اقنوم اللاهوت الاقنوم الرقيق الاقنوم الحساس من يمكن ان يحزن بسهوله اذا حاول ان تفهم شخصيته عندما تدخل لتاخذ خلوتك معه ومرة أخرى أنا لا أقول الروح القدس أنثى الآن سر أخير تعلمته بالنسبة للحميمية مع الروح القدس وهو هذا إن لم تشاركه في الحديث سيصمت لاحظت شيئا سافرت إلى كنائس كثيرة لمدة طويلة وعندما يأخذني السائق أتعرفون إن كانت كنيسة جيدة حيث يدربون العاملين الشخص الذي يصحبني يكون مدربا واحد الامور التي يتدربون عليها ان لا يكلمني قادتهم يقولون لا تكلمه الا ان شاركك في الحديث اتتابعون فركبت سيارات من قبل وقصدت ذلك بدات اسال سائقي عن عائلته وعن الكنيسه ومنذ متى يحضر لان اولئك الرجال لن يتكلموا معي ان لم اقل شيئا يمكنني ان اجلس واعمل حتى نصل ولن يتكلم لانه تدرب هكذا ارى ان الروح القدس يشبه هذا قليلا لن يشغلك بالحديث ان لم يكن امرا مستعجلا من يسوع مثل هناك ثلاثه رجال ينتظرونك انزل لهم او اريدك ان تذهب وتلازم العربه ولكن ان لم تشاركه في الحديث سوف يصمت انه ينتظرك لتشاركه لهذا يوجد بعض المؤمنين لا يتكلم معهم الروح القدس فيقولون لماذا لا يكلمني الله هل تشاركه في الحديث هل تفهم شخصيته أتدرك أنك تتكلم مع الأقنوم الثالث من اللاهوت؟ نعم هو واحد لا تفرقهم، لا تخلط بينهم، أأنتم معي؟ إذا تكلم معه، ستذهل من كيفية استجابته إن تكلمت معه، أتتابعون؟ لهذا يقول الكثيرون: الله لا يكلمني، لم يكلمني منذ أسابيع وسنوات، لماذا؟ لم يشاركوه، فهو كهذا السائق. لن ينطق فقد تدرب ليقول الخدمة في السابعة ولكن سنصحبك في السادسة والنصف تعلم أن يقول لي ذلك ولكن إن لم أشاركه لن نتحدث فأنا كواعظ يجب أن أهتم بمشاركة من يصحبونني في الحديث ليس تفعل نفس الشيء أنا أذهب إلى أماكن فيقولون لي زوجتك مدهشة وكذا وكذا تكلمت معنا وجعلتني أشعر أني أهم شخص في العالم هذه زوجتي تشعرك أنك في بيتك حسناً يكمل يسوع تعليماته للتلاميذ في العشاء الاخير، واسمع ماذا يقول، هذا جميل حقا. قال: أوه، انا ما زال عندي لكم كثير لاقوله لكنكم لن تحتملوا الان". ها هو يكلم التلاميذ عندي كثير لن تحتملوه، لن تستطيعوا التعامل. لفت هذا انتباهي وجعل الرادار لدي يعمل، لكن حين ياتي روح الحق، حسنا، سيقودكم إلى كل الحق. بمعنى آخر، أريد أن أقول أمورا ولا أقدر. حين يأتي روح الحق، سيقولها. أفهمتم ذلك؟ لأنه لن يتكلم من عنده، بل سيتكلم بكل ما يسمع، وسيعلن ما هو آت، وسيمجدني، لأنه سيعلن لكم كل ما يأخذه مني. كل ما للآب هو لي. لهذا قلت لكم ان الروح القدس سيعلن لكم كل ما ياخذه مني. تذكر يسوع قال انه من الافضل قولوا افضل ان يذهب ان ذهابي سيكون لخيركم، صحيح؟ الان نرى الفائده المستمره لهذا الامر في الكلمات التي قراتها. يسوع يريد ان يعلن لهم المزيد ولكنه لا يقدر لهذا قال حين ياتي روح الحق. إذا تذكروا معي بعد أن قام يسوع من الأموات عشرة من التلاميذ كانوا في حجرة والأبواب مغلقة وفجأة ظهر تذكر هو ليس روح لأنه قال المسوني فليس للشبح لحم وعظام كما ترون ولكنه مر في حائط هذا يعني أننا سنمر خلال الحوائط في الأجساد الممجدة حسنا إذا التلاميذ مندهشون وتوما غير موجود. فياتوا الى توما بعدها ويقولون: لقد رايناه. نقصد لقد دخل ولمسناه. فيقول مجانين. اقصد هل رجعتم للسكر بالخمر لان الرب قد صلب؟ رايتموه؟ لن اصدق حتى اضع اصبعي في يديه ويدي في جنبه، لن اصدق ذلك. فماذا يفعل يسوع؟ يظهر لهم مرة أخرى بعد ذلك بأيام وهذه المرة توما موجود حسنا يا توما تعال ولنحل مشكلتك ضع يدك في جنبي أصابعك في الثقوب أنا حي وتوما يسجد ويقول ربي وإلهي صحيح؟ هل تريد المزيد من التعليم الفعال من جون وليزا بيفير؟ إن كنت وإن كان شخصاً تعرفه يتحدث لغة غير الإنجليزية ادخل على cloudlibrary.org اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبه الشامله كتب الكترونيه منهج تعليمي كامل فيديوهات وعظات مسموعه سجل لتستقبل التحديثات لاشياء جديده اعرف المزيد على cloudlibrary.org اسمع ما قاله يسوع توما لانك رايتني ولمستني ومسكتني امنت هنيئا لمن لم يروا لكنهم امنوا كنت اقول يسوع هذا قاس الرجل اصلا ساقط على الارض ويقول ارجوك سامحني على عدم ايماني صحيح فيقول له يسوع هذا الكلام شعرت هذا قاس الرجل تائب وقال لي الرب لم أكن أوبخه، كنت أقول حقيقة. قال لي: كنت أقول إن لم تروني فهذا أفضل، لأن علاقتكم بي ستكون أعمق. دعوني أشرح ما يحدث هنا. هناك ثلاثة مستويات للعلاقة، اكتبوا هذا. أولا، وهذا أقل مستوى في العلاقة، العلاقة الجسدية، قولوا جميعا جسدية. حسنا، هذا هو مستوى العلاقة الذي للأسف يتزوج على أساسه الكثير من الناس. لديها جسم جميل، لديه جسم جذاب، ويتجاهلون كل الباقي. أعرف أننا غير متفقين معا، أعرف أننا لا نتكلم كثيرا، ولكن إلهي أحتاج تلك الفتاة. ويتزوجان، يتزوجان على المستوى الجسدي، صحيح؟ ولكن للأسف المستوى النفسي لم ينمو. فبعد الزواج بعد ان ينتهي شهر العسل تذهب لاهتماماتها ويذهب هو إلى اهتماماته ويفقدان تواصلهما لانهما تزوجا على اساس جسدي هل تتابعونني حسنا المستوى التالي الاعلى وقد ذكرته من قبل هو النفس أو شخصية الإنسان هذا هو المستوى الذي دخل فيه داود ويوناثان قلب يوناثان تعلق بقلب داود وهذا تعليق كتبه كاتب كتاب صموئيل داوود علق قائلا يوناثان يا اخي انا حزين جدا لذهابك كم كنت حبيبي حبك لي كان اروع من حب النساء لم يكن يتكلم عن علاقه منحرفه مع يوناثان كان يتكلم عن ان نفسيهما تعلقت ببعضهما كان مرتبطين جدا نفسيا لدرجة أن ارتباطهما فاق الارتباط النفسي الذي كان بينه وبين زوجته ميكال الزوجة الوحيدة له، وقتها كانت ميكال فقط. حسنا، أقول هذا، هذا هو المستوى الذي نرجو أن ترتبط به الزيجات. لا تسيء فهمي. الجانب الجسدي مهم احب ما قاله جوش مكدويل الجسد في الزواج هو واحد على اثني عشر منه ولكن يا له من جزء زوجتي جذابه جدا بالنسبه لي وهذا الجزء الواحد على 12 عشر عظيم لكن جوش قال هذه الاجزاء الاحدى عشر الباقيه غير جسديه انها النفس الشخصيه وهو ما ساتكلم عنه لذا دعوني اقول لكم بكل اسف سمعنا عن حالات فيها انفصل الزوجان بسبب شخص عرفاه من الإنترنت لماذا؟ سأقول لكم شيئا كنت أعز ذات ليلة ورجعت إلى مكتبي ووجدت رجلا معه ستة أطفال اثنان على ذراعي واثنان يشدون رجليه واثنان يجرون من حوله وكان وجه الرجل كئيبا للغاية فقلت أأنت بخير؟ فقال لا قلت ما خطبك؟ قال زوجتي تركتني أنا وأطفالي بسبب رجل من الإنترنت أقامت علاقة نفسية مع الرجل على الإنترنت فاقت العلاقة الجسدية والنفسية التي كانت بينها وبين زوجها وأطفالها لهذا بعض العلاقات التي من بعد إذا بدأت من على بعد قد تكون أفضل الزيجات لأنه لا يكون هناك اتجاه أو أنظر لعضلاته أو أنظر لجسدها لا يكون لديك ما يقف في الطريق ويمنعك من الذهاب إلى مستوى النفس هل ترون ذلك إذا هذا هو المستوى النفسي أو مستوى الشخصية أعلى مستوى في العلاقة هو المستوى الروحي حسنا هذا هو المستوى الذي كان يتحدث عنه يسوع مع توما كورنثوس الأولى 2 عشر يقول هذا لأنه لا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه بمعنى اخر انت لا تقدر ان تعرف افكار الانسان الحقيقيه ونواياه ودوافعه الا من روحه التي فيه صحيح اكثر علاقات حميميه هي روحيه لم ادرك ذلك في بدايه حياتي المسيحيه اتذكر اشخاصا كانوا اقرب من ليسا اتذكر في بدايه زواجنا كان هناك رجل اصلي معه ونتكلم عن الكلمه باستمرار وقويت علاقتنا حتى اني احيانا كنت اسمع له اكثر من زوجتي حماقه 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 شديده حسنا بعد ان كشف الله كم الخطا الذي في ذلك وتوقفت عنه ادركت يجب ان اقترب منها كنا نحتفل بالعيد الثلاثين لزواجنا الاسبوع الماضي افضل اوقات مع ليسا كانت حين جلسنا عند حمام السباحه وتحدثنا عن كلمة الله وعن هذا المنهاج. كنت أشاركها بما وضعه الله في قلبي، وهي تشاركني، وكنت أستنير جدا. يجب أن نصلي معا. أتعرفون؟ فريق عملنا يصلون معا في كل صباح. لماذا؟ القائد يفعل هذا لسبب. أريد أن يكون فريقي مرتبطا روحيا. أتتابعون؟ ترتبط بالناس على مستوى روحي عندما تتحدث معهم حول الكلمة وتصلي معهم. تسير معهم، أتفهمون ما أقوله؟ ولماذا هذا؟ لن تعرف الشخص حتى تعرف روحه. يأتي أناس إلي ويتحدثون معي من واقع الكتاب وأعرف أن كلامهم من الذهن. لماذا؟ لأنه أمر متعب. إن ذهني يرهق. ثم يأتي أناس إلي ويتكلمون من أرواحهم. أكلمهم لساعات. أكلم ليسا عن الكلمة ساعات ولا أتعب، لماذا؟ كلامها روحي. كورنثوس الأولى اثنان إحدى عشر يقول هذا فلا أحد يعرف أفكار الإنسان إلا روح الإنسان التي فيه اسمع كذلك أيضا لا يوجد من يعرف أفكار الله إلا روح الله فبالضبط مثل معرفة روح الإنسان تراه يقول كيف ستعرف الله دون ان تعرف الروح لأن لا أحد يعرف أفكار الله إلا روح الله ثم يقول لكننا لم ننل روح العالم بل الروح الذي ياتي من الله لكي نعرف الاشياء التي وهبنا اياها الله افهمتم هذا قلت افهمتم هذا ترون بولس دخل الى هذا المستوى بولس قال هذا ايها الاخوه اريدكم ان تعرفوا ان البشاره التي بشرتكم بها ليست من مصدر بشري لم اخذها من انسان ولم اتعلمها ولكن كشفت لي اخذها من روح الله صحيح اذا بولس دخل الى هذا العمق في هذه العلاقه مع يسوع في علاقه عميقه جدا حتى ان بطرس اخيرا كتب رساله وهو في اخر ايامه يقول بولس هذا يعرف يسوع جيدا وبعمق شديد أنا لا أفهم بعض كتاباته سأقرأها بطرس الثانية ثلاثة خمسة عشر وستة عشر كما كتب أخونا بولس حسب الحكمة المعطاة له عن هذه الأمور في كل رسائله وبعض منها يصعب فهمها ماذا يحدث؟ بطرس غالبا ما زال يسترجع وقتما كان يتمشى مع يسوع وقتما كان معه في الجسد حين أطعم الخمسة آلاف واستمر يسترجع وهذا يعوقه عن التعمق يسوع قال هنيئا لكم إن لم تروا أو ستتعمقون أكثر معي إن تواصلنا على مستوى روحي أكثر من رؤيتي جسديا فقط إذا الله في صلاحه تعرفون ماذا فعل؟ قال أنا أفهم الجسد يوما ما سيكون لنا جسما روحيا وهذا الجسم سيكون مفديا تعلمون ان جسمكم المادي غير مفدي روحكم مفديه وهي على صوره يسوع ونفوسكم تتغير انها وسط عمليه الفداء ولكن جسمكم المادي لم يفدى هل لاحظت انك تمل تشتري سياره جديده وبعد اسبوع تراها قديمه لماذا لان المادي يتعب المادي لا يقدر ان يتعمق صحيح فيقول الله لن اظهر لهم نفسي ماديا لكن سأريهم أمور الله العميقة بروحي حتى يعرفوني بحق، فالله يقول سيكون هناك علاقة من بعيد بيني وبينكم. لتعرفوا قلبي بحق، فعندما نصل إلى الزواج يكون زواجا جيدا. لأن أتذكر قلت إن بعض أفضل الزيجات هي الزيجات التي تبدأ بعلاقة من بعد. الله يقول لا اريد جسدك انه ليس مفديا لا اريده ان يعوقك فيسوع لا يوبخ توما هنا بل يقول يا توما لن تقدر ان تتعمق في معرفتي ان عشت في هذا العالم المادي فقط يجب ان تصل للروح ومن اجل هذا السبب يكتب بولس من الان لن نعتبر احدا بحسب الجسد حتى ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لم نعد نعرف المسيح هكذا نعرفه بالروح روح الله الحي لماذا لان بولس يقول فالروح يكشف كل شيء حتى اعماق الله الحميمه فلا احد يعرف افكار الانسان الا روح الانسان التي فيه كذلك لا احد يعرف افكار الله الا روح الله لكننا لم ننل روح العالم بل الروح الذي ياتي من الله لكي نعرف الاشياء التي وهبنا اياها الله اسرار قلبه الخفيه إلى آخره, الى اخره الى اخره الى اخره فان اردت علاقه عميقه مع الله ولا اتكلم عن وضع غريب تكون فيه عصبيا اتكلم عن معرفه حقيقيه لله يجب ان تعرفه من خلال روحه فلا احد يعرف افكار الانسان الا روح الانسان كذلك لا احد يعرف افكار الله الا روح الله اراكم الحلقه القادمه